عسلامة، مرحبا بكم في قهوتنا السياسية اللي نظمها مجلس قيادات الشباب بتونس مواكبة للانتخابات التشريعية التونسية 26 أكتوبر 2014. ضيفنا اليوم رئيس قائمة تونس 2 على حزب الجبهة التونسية. مرحبا بك الجبهة الشعبية، سامحني. مرحبا بك سي لطفي بن عيسى. نقدم لك أصدقائي أسامة دريدي، ولي الدين مسعودي، سليم خروف، وناظم صفاقسي، وأنا سارة بن حسن. سي لطفي، سؤالي ليك يتعلق بالثقافة. اليوم في تونس نشوف فما برشا تصحر ثقافي، شنو هي الحلول البديلة وشنو هي المشاكل اللي تراوها في المجال هذايا؟ صحيح، التصحر الثقافي اليوم قاعد ندفعو يعني الثمن نتاعو يعني غالي ياسر، لأنه يعني بفقدان يعني التونسي خاصة لدى الشباب، يعني بالنسبة لي الأمر يتعلق بجيل أو أجيال يعني من الشباب، فقدان يعني القدرة على يعني التفكير المنطقي، واللي هو من الأبداجيات نتاعو أنه في التواصل أن يركب أنه جملة مفيدة، يعني أن لا يحتمل يعني الجملة الرأي والرأي يعني النقيض، هذا يعني على باز الديسكور ديالوجيك لو برينسيب دو نون كونتراديكسيون. اليوم نشوفوا يعني الشباب مع كل أسف، ونشوف نرجع الأسباب وشنية الحدود، يعني التواصل، القدرة على التواصل يعني يلقى صعوبة يعني في التواصل ما بينه الشباب ما بين بعضهم وما بين يعني والشباب والأجيال، يعني اللي ممكن نقصد ثقافة الحوار، يعني المهيمن اليوم هو يعني هل الثقافة خفيفة السوفت، يعني المشكل اليوم في البرنامج التربوي نتاعنا سي توت ان بروسيسوس كي تي ان راتاج توتال، سي لو بروسيسوس دارابيزاسيون اللي تعمل يعني في الثمانينات لغايات ايديولوجية وسياسية لا تمت ب يعني النهوض بالثقافة التونسية وبنظام التعليم التونسي بسلاح. التصور اللي تفرط يعني في وقت من الاوقات هو كونه هذا الانزواء على الذات والرجوع ثمت للعربيه وللثقافه يعني الخاصه بمفهوم يعني نبنيه جدار مع الثقافات الاخرى. هذايا عندي مقوله معناها غاندي شقول يقول افتح نوافذي لكل ريح العالم لكن من دون ان تقتلعني من جذوري. بالضبط، يعني احنا اليوم عايشين في عولمه، عايشين حتى في يعني لي برودوي نيميريك الكل لازمنا، وش يقولك اللغات هي شنو، هي وسيله، هي سي نوتي، معناها لازمنا نوصلوا له باش نجموا نتمكنوا من يعني من البرامج النيميريك بالديفلوبمون اللي صاير هذا الكل. لكن احنا اليوم كشباب تونسي اليوم اذا ندخل الكليه ونقرا وعارف روحي باش نخرج ونلقى روحي اون شوماج، على خاطر السيستيم ادوكاتيف نتاعي ماهوش يعني متناقض حتى مع المارشي دو ترافاي. شنو هي حلول يعني الجبهه الشعبيه في المجال هذا وفي النقطه هذه خاصه؟ هو التوجه يعني القضيه فيها زوز ابعاد، اولا يعني بناء الشخصيه التونسيه في علاقه بهويتها اللغويه، يعني الانزواء على الذات هذا يعني خطر كبير، وشفنا يعني النتائج نتاعو، عايشين النتائج نتاعو في علاقة بالإرهاب وفي علاقة بكل منظومة الظلامية التي تحيط يعني بنا إقليميا ثمتني ومحليا. إذن الانفتاح على اللغات ومن خلال اللغات الأجنبية الثقافات الأخرى، كيفاش اليوم يعني عن طريق يعني الانترنت تشوف التونسي اليوم يعني الأكسيم تاعو للثقافة العالمية من خلال الانترنت اكستريمون ليميتي، يعني لانه ثم حاجز اللغه باعتبار كون 90% من الانتاج العالمي اليوم يتداول باللغه الانجليزيه. دوزيام ديمونسيون ايفيكتيفمون هي يعني لا ريفورم دي سيستيم دو ليديكاسيون بيوماتيه، من التعليم الابتدائي للتعليم الثانوي للتعليم العالي. هل السيستيم ال ام دي
اللي اليوم هو يسوق ك هذاك يعني ضريبه الانخراط في المنظومه يعني العالميه. احنا تاخرنا، وشنو اسباب التاخر نتاعنا هذايا والتاخير اللي خلينا ما نلتحقوش بركب الحضاره ولا ما تصير قطيع؟ هو هالتقوقع اللي حكيت عليه سيادتك، التقوقع على الذات لو بلي سيخسوا، بمعنى انه ولات الارابيزاسيون هذه اول حاجه اللغه، ولكن ليس اللغه فقط، التمكن من وسائل التعليم في حد ذاتها، لانه توا ارباب العمل في تونس تقول لك تلوم على الجامعه التونسيه بكوني سامحني في الكلمه تصدر في طلبه سامحني بكيكش ما يعرفوش يتكلموا. يعني نظريا على الاوراق في موضوع نظري كان في القانون او كان في الطب ولا في اي حاجه يعمل لك سوجي اكسترا اوردينير، يعمل لك سوجي فيه تحليل ممتاز، ولكن وقت اللي يجي يعمل عمليه العرض ووقت اللي باش يخطب امام الناس ولا اللي علموه ولا امام حتى اصحابه باش يقنع الفكره ما يلقاش الوسائل. علاش ما يلقاش الوسائل؟ لان المنظومه اللي تربينا عليها هي خوذ وسامحني في كلمه واسكت، معناتها هذاك التعليم اللي عندنا وما عندكش الحق تناقش. يعني بالتالي هذاك اللي يكون اجيال تتلقى دون انها ترجع. السؤال لهنا انت توا حكينا على المشاكل وبارك الله فيك جبت لنا المشاكل، والمشاكل الصحيحه واللي نعانيو فيها احنا كشباب. انا اليوم انا طالب قانون، وقت اللي نعمل مقارنه بسيطه لنفسي مع طلبه القانون في السبعينات والثمانينات نلقى الهوى والبون شاسع جدا بيني وبينهم. ليش؟ لانهم كانوا يقراوا القانون العام والقانون الخاص وكان مفتوح المجالين. تو احنا مدارس احنا تو تدخل تعمل عام ترونكوما وبعد تلقى روحك هذا السيستم اللي تفضل تحكيت عليه، تلقى روحك من الدوزيام اني اما بيبليسيست اما بريفاتيست ومختص في القانون الخاص. كانت مختص في القانون الخاص دونك لا تفقه شيئا في القانون العام، وان جوريست سونسي يعرف القانون برمته، ما جامش يكون اخر محامي ولا قاضي ويقول له والله هذه ما تعرفتهاش ولا ما قريتهاش. وبالتالي هذا مشكل راه في القانون برك، ما نحكيوش على مشاكل الطب ومشاكل الهندسه ومشاكل كذا اللي تشعبت ولات انتونسيفي لدرجه لا تطاق. وبالتالي سوق الشغل الوطني والدولي ما عادش يتقبلنا، ما عادش يحملنا. انا ما نجمش نلوم على فرنسي صاحب مستثمر فرنسي يقول لي ليه ما نقبلكش، لاني الكاباسيتي نتاعي نقصت. وبالتالي لازمتنا تحوير جوهري في المنظومه، ما نقعدوش نخليوها في شعارات، خاطر الناس الكل توا نعرفوا اللي عندنا مشكل كبير في التربيه وفي التعليم في تونس، هذا الناس الكل تقر به، حتى الاشخاص بيدهم اللي كانوا في السلطه يقروا بشيء هذا. ولكن حتى احنا كشباب ما لقينا كيفاش فعليا يعطينا برنامج فعلي لتحوير وتغيير تلك المنظومه للارتقاء بها، اما للرجوع يا اخي كما كنا في الستينات وفي السبعينات وعلى الاقل نرجع الى المستوى اللي يحفظ ماء الوجه، والا نرتقي ونقدم بامور جديده اللي من شانها ان تخلينا نلتحق بركب الحضاره ونواصلوا المسيره. اللي التمشي اللي مشينا فيه فهمتني من بعد في السبعين في الثمانينات والتسعينات سي هيك لا ديموكراتي لا فوس ديموكراتيزاسيون. اش معناها؟ يعني البكالوريا كانت inaccessible à la majorité. هاو تو نعملوا خطه باش تولي اكسيسيبل à la majorité. وحتى الميتريز وهبط في المستوى. يعني فينالمون هاك لو كريتير فهمتني دو كاليتي يعني تلغى. اذا كان باش نرجعوا سيليكسيون يعني باش يكون على حساب بطبيعه الحال يعني الاغلبيه. وهذه المعادله كيف يعني نضمن في نفس الوقت دمقراطة التعليم و يعني في اطار يعني نوعيه فهمتني معين سي لارتيكولاسيون نتاع الزوز والزوز هذوما يكونوا ارتيكولي حاجه اخرى ارتباط التعليم هذاك الكفر بسوق الشغل. هذاك علاش الشاب التونسي اليوم ماهوش مخول باش يكون معناها بور ليدي معناها. هذاك علاش زاد نرجعوا للسياسه واحنا نحكيو على الانتخابات التشريعيه، الشاب التونسي اليوم ما نجمش يكون رئيس قائمه، الشاب التونسي اليوم معناها حتى في السن معناها اون لا ريدوي لل 23 سنه خاطر اينا با ان سيغتان باجاج، ما عندوش هذيك الثقه في النفس والثقه في الـ في الـ في المجال هذاك. هذاك علاش في المشروع نتاعو. ربي سر باش نكمل على كلامك وهذه فرصه باش ننتقل للموضوع نتصور يهم على الاقل كل شاب تونسي اللي هو احنا كشباب نسميه خوضنا معركه سياسيه نوعا ما في المجلس الوطني التاسيسي خلال المصادقه على الدستور وقت اللي صارت مشاكل حول تحديد السن الدنيا للترشح مجلس النواب وتقابلنا وقتها مع العديد من نواب المجلس وفما اللي وعدونا انهم باش يكون السن 18 سنه وفما بعض الشباب اللي وصل للرضا حتى ب 20 سنه على الاقل
ولكن في الأخير تم التصويت على 23 سنة. احنا بعد الدستور، بعد المصادقة على الدستور، خاصة بعد الانتخابات الجاية إن شاء الله، فما يعني مرحلة أساسية اللي هي سن القانون الانتخابي للمجالس المحلية والجهوية، اللي هو ربما يكون هو اللي يمكن يأسس الديمقراطية حقيقية في تونس أكثر. والفصل 133 من الدستور يضمن يعني تمثيل الشباب في هالمجالس هذية. ولكن على الأقل أنت توا كرئيس قائمة، وإلا القائمة متاعكم عموما في جميع الولايات، هل أنكم غدوة كنت تكونوا في مجلس نواب الشعب وتجيوا باش تصادقوا على القانون الانتخابي هذه المجالس المحلية والجهوية، شنو السن القانونية الدنيا اللي تنجموا اليوم تعدون بها، وإلا رأيكم على الأقل موقفكم باش حتى أنا في تقييمي علاش باش ننتخبك ديجا اسم البرنامج متاعنا، يعني نحب نعرف شنو توجهكم شنو رؤيتكم حول مسألة السن الدنيا هذه للترشح لانتخابات المجالس المحلية والجهوية. أنت كالصحة، هذا موضوع يعني كبير يعني في علاقة بالشباب، ولكن كذلك بالمنظومة الديمقراطية التشاركية المحلية، لأنه كما تعرفوا الدستور يعني الجديد يعني خص يعني الديمقراطية السلطة يعني المحلية يعني باب كامل يعني، ومعركة كبيرة مجلس النيابي القادم تتعلق بكيفية ترجمة هالاستحقاق الدستوري يعني في واقع معاش. مش نجي للسؤال يعني في علاقة بالسن، ما قبل حبيت نوضح حاجة اللي غدوة المجالس يعني المحلية، سواء يعني مجالس البلدية، سواء يعني المجالس الجهوية أو الإقليمية اللي هي مش تكون يعني منتخبة، إذا كان متوفر لهاش الموارد المالية والجبائية الخصوصية باش ترجم البرامج التنموية اللي هي باش تاخذها يعني من المحيط المباشر يعني الجهة أو يعني الجهات يعني المجاورة باش تقعد يعني المؤسسات هذيك. لكن هذا يعني من الدستور في الباب السابع المتعلق بالحكم المحلية يعني وبالمجالس المحلية. الدستور يعطي الاتجاه، ولكن القانون الأساسي وثم يعني القوانين والأوامر الترتيبية هي صحيح، هي مش تكون المحرار إلى أي مدى أكل المضمون الدستوري يعني الروح خاصة روحا، خاطر النص يعني نجم لا الروح نتاعو فهمتني مش يعني هي مش تبعث فهمتني هالمجالس هذيا، ولا تقعد فهمتني نجم تكون يعني مؤسسات اللي كان ما تعطيهاش يعني المال يعني اللي هو يعني الموارد اللي هي باش تمكنها باش تمارس يعني صلاحيتها وتنفذ يعني سياساتها. التركيبه نتاع المجلس شباب ولا كهول ولا عجز ولا واحد يعني ما يكون عنده حتى فايده. هذايا يعني النقطه يعني لكن نحب نسمع كانه وعد يعني كانه باش من بعد احنا نشوف الورود انا بالنسبه وربما نحاسبوا نواب لانه هذه حق يعني نحب نشوف السن الجبهه الشعبيه تطرحها. الجبهه الشعبيه يعني روحها وقلبها فهمتني يعني شبابي يعني انا احنا بالنسبه لي 18 سنه يعني المساله لا تطرح كيفاش يعني لا ريسبونسابيلتي سيفيل هي اليوم يعني 18 سنه يعني انسان يخدم وينتخب من حقه يترشح يلزم سنه عامين باش تولد لعنده يعني لا 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 المسؤوليه يعني باش يصرح بالضريبه فهمتني نتاعو وياخذ استقلاليته التامه. الضريبه يعني كوم اكت سيتويان فونداتور دو لا سيتويانتي دو لانديفيدو يعني هي في 18 سنه ما نستناوش 18 سنه. احنا الشاب طالما انه يعني في سن 18 نكر كونه هو عنده يعني اصبح راشد وعنده مسؤوليه يعني المدنيه يعني وعنده حق يعني باش يصوت في باب واحرى فهمتني ان يكون يعني مترشح ويكون يعني ممثل فهمتني سجلت عليكم هذايا هذايا يعني نقر به واش تكون معركه ما نظنوش كون موازين القوى غدوه
تفرض من تاني شيء هذايا من تاني تتمكننا باش نمروا هذا على الأقل تكون عندنا يعني الحجة الأخلاقية. الثورة هذه قام بها الشباب والشباب حري اليوم باش يكون في مراكز مسؤولية في كل مستويات من تاني التمثيلية وبدءا بالمجالس يعني البلدية والمجالس يعني الجنسية. سي لطفي بنتقل بك إلى موضوع آخر بالتنسيق مع نقاط ثلاثة تم ذكرها اللي هي الشباب وخاصة التسحر الثقافي وضعف المنظومة التعليمية. الأسباب هذوما أدوا اليوم إلى أنه الشباب بعاد عن العمل. الشباب هذا ولا مخير بين شيئين وللأسف أنه بين الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا وهو الحلم الأكبر وبين الذهاب إلى سوريا إلى الجهاد. الشباب المستهدف المهمش اللي كان مش وصل باش يراهن على شيء نظريا اقسى من الوضع اللي عايشه شيء مخاطرته. يقول لك انا اليوم في وضع نتاع تهميش وضع نتاع يعني الذات نتاعو محطمه يعني كل ما هو بشي خاطر عليه في الربح. يقول لك انا ميت انا اليوم ميت والنار ما يروحوا في البحر ايش عندي ما نقص ما عندي نقص حتى شيء ما نجم كان نربح الا كان البحر كلاني سان شونج ريان بيسكو انا ميت انا مش الخاطر على حاجه ايجابيه الا كان وصلت لامبيدوزا نجيت وانبعث من جديد ينخرط في الارهاب ماشي لسوريا عنده اون افونس دو 3000 دولار ديجا مضمونه لعائلته وإلا كان وصل لغاديكا ويلقى فهمتني يعني الترحاب ويلقى منظومه كامله تترقب فيه فهمت الجنه تترقب فيه كيسكي لا افير الى توتا غاني. وقت ينخرط في التهريب يمول الشعام بي الخبزه فهمتني ب 100 ثاني اورو كيسكي الريسك باش نهار اللي وقفوه اللي راه ديجا غاني فهمتني اكل اللي سبق الكل يعني شوف اليوم حاله البؤس وحاله الياس اللي عند التونسي. المعضله هذه لن تعالج الا على مدى الطويل وانا ارفض كل يعني الارقام الخياليه فهمتني اللي باش هكا بعصا سحريه باش تقلب الاوضاع في 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 خمس سنين. لكن سي لطفي نحملكم مسؤوليه زاد هنا احنا كشباب ولا نتوجهوا الى الطبقه السياسيه برمتها نحملكم مسؤوليه الفشل و الديزيسبوار معناتها الياس والحاله البؤس اللي وصل لها الشباب وتنفسر علاش. لانه الشباب في تونس انا على الاقل نتكلم على نفسي ما نجمش نتكلم على الشباب كل واحد عنده رؤيته ولكن راى من نفسي اني مارست المواطنه لا سيتويانتي نتاعي كان بضعه ايام فقط. ونقول لك علاش بضعه ايام اللي تلات ايامات الثوره. لانه وقت اللي الشباب التونسي بعد الثوره وكانت الناس تجندت باش خدمه المناطق الجهويه نتاعها وهذا في في في, في ترابط مع اللي كنت تحكي فيه الانتخابات البلديه وكيفاش الديمقراطيه تبنى من المحلي الى المركزي. يكفينا اشعاع المركز على الجهات. تبنى الديمقراطيه من المحلي، لكن الناس اللي كانت تلمت حاشاكم زبله والوسخ وكونوا لجان مش رابطات، لجان حمايه الثوره وحماوا انفسهم وحسوا بالمواطنه وشعر نفسه الانسان والشاب التونسي ماهوش في عزله على اللعبة. انت تو مثلا ناخذ اكزامبل تلقى انت شاب تونسي يغير مثلا على جمعيه مثلا النجم الرياضي الساحلي او نادي الرياضي البنزرتي او الترجي الرياضي التونسي اكثر من يغير على عالم تونس. يعني تجم شاب تونسي تحرق له علم تونس قدامه تحرق له علم جمعيته ويهيج على علم جمعيته ويهيج على علم تونس. علاش؟ لانه ما حسش بالمواطنه اللي هو فرد في وسط مجموعه له التزامات وله عليه التزامات وله حقوق. جاءوا بعد الثوره والشباب حب يسترجع القوه تاع السلطه جاءوا الاحزاب السياسيه اللي انتم تعرفش قالوا لهم في القصبه وقالوا لهم في شارع بورقيبه قالوا لهم عودوا إلى منازلكم سنهتم نحن بأمركم. وقتها الشاب التونسي ما
من وقتها بدأت. الشاب التونسي حس روحه انه الثوره سلبت منه، علاش؟ لانه جات عليه كل الوصايه، انتم لا ما تعرفوش لازمتنا احزاب كذا وننظموا وكذا، وانتم في دياركم احنا نهتموا بالشان السياسي والمصير. كي رجع التونسي قعد يترقب وصارت انتخابات 2011 ورينا شنو هو النتائج اللي قالت اليها الامور، الشاب التونسي ولا عنده زوج خيارات، اما ركوب قوارب الموت او معناتها الذهاب الى الجهاد او انه يقعد فهمتني في المقاهي والزقله والانحرافات وقله قليله اللي اهتمت بالشان العام والتحقت ان اما بالمجتمع المدني واما في ظل احزاب او تكونت كذا، وهذا يرى قله قليله جدا من الشباب التونسي. لكن وين المسؤوليه اللي تحملها بالضبط؟ هاو المسؤوليه وين نحملها الاحزاب السياسيه؟ نحملها في كونه الكل ما حطيتوش نظام يعيد السلطة إلى الشعب بطريقة مباشرة، لأنه سبب الخراب في تونس طيلة 50 سنة هو شعور المسؤول الذي تم انتخابه بالمسؤولية تجاه الجهة التي عينتها مش تجاه المواطن. يعني أنا اليوم ننتخبك سي لطفي، مش نحكي في شخصك، يعني نحكي اون جنرال، غدوة تطلع إلى المجلس النيابي وتشعر بالمسؤولية أمام الجهة التي عينتك لا أمام المواطن. علاش؟ لأني ما عنديش وسائل الرقابة، وهذا باش يفسر السياحة الحزبية اللي صارت في المجلس الوطني التأسيسي 3 سنين اللي انتخبوه على العريضة، ولا سمحني في الكلمة ينقز هوني تونس، وبعد مشي للجبهة وبعد ما عجبوش خاطر ما خلصوهش مليح وصارتك الخلب زي ذيك، لأنه مش عاجب المسؤولية من المواطنين. أنا كنت خبتك، أنت خبتك على حزب معين وعلى برامج معينة، ما عندكش الحق تنتقل، لأن أنا صوتي خاطر احنا نقراو في القانون الدستوري يقول لك علاقة الناخب بالمنتخب هو على مفوض، هي وكالة، وكلتك للقيام بأمر. انا ما نجمش نجي نسين يدهن في دار ولا كذا نقول له راك باش تدهني الدار هذه، يقوم يدهن شطر حيط ويقول لي مروح، انا ما 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 انا عطيته وكالة، فوضته للعمل هذاك. نحب نختم سؤالي، نختصر في السؤال في الاخر، كونه كيفاش نعاودوا نرجع الثقة ما بين المواطن والمسؤول باش ما يحسش بك هو الكبيره من بيناتهم والمسؤولين. يظهر لي ناظم متحمس برشا على الموضوع هذا. مباشر ليك قبل قبل ان اعود يعني للسؤال بتاعك، انت تقرا في القانون العام ويعني اون دوا بيبليك سيرتمون دو برينسيپ دو ريفوكابيليتي، يعني عندك فكره لي. احنا في الجبهة الشعبية نقر هذا المبدأ. لو موندا دان ديبوتي il peut être révocable à tout moment. طالما ان العقد اللي من اجله هو عقد ما بين الناخب والمنتخب. اذا كان المنتخب اخل بهذا العقد في كل وقت ينجم يعني يسحب منه فهمتني الثقة هذه. هذا موقفنا، ولكن يعني ما لقيناش يعني ما ترجمش في حق دستوري حبينا نحطوه في الدستور، لانه وقت اللي طرحنا في اطار جبهه الانقاذ ضروره ان يصير المجلس التاسيسي والحكومه المتبقعه عنه اكيد ان يعني في فتره اولى كانت عندها شرعية انتخابية، ولكن هذه الشرعية فقدتها تدريجيا بحكم أنه يعني العقد ما بين هي والمجتمع يعني انقطع. بالتالي سحب الثقة منها كان وارد، وهذا يعني مبدأ دستوري وتقر به فهمتني الإعلان الدولي فهمتني لحقوق الإنسان وموليسه فهمتني في السابق. كي بو لو بلوس بو لو موان، دونك في مستوى محلي يعني بالنسبه لنا شيء ثابت انه الاليه هذه الاليه تكون ناجعه ياسر، لانه اللي خذا يعني الموندا يولي يعس على روحه، ماهوش موندا فهمتني في المطلق باش يعني 5 سنين فهمتني وبعد فهمتني، لا يا سيدي من السنه الاولى نجم فهمتني نسحب الثقه افيك اون بيتيسيون من المواطنين اللي انتخبوه فهمتني يتم. هذه اللي هي ممارسه مباشره للمواطنه اللي يحكي عليها ناظم سليم عبد، هذه باش ندافعوا عليها في اطار يعني القانون يعني الاساسي سي بارتي روميز خسرناها في الدستور، ولكن باش نحاول في القانون الاساسي. لو تمشي بيك الموضوع اخر ممكن
هو موضوع الصحة. واليوم الصحة فما مشكلة كبيرة في منظومة الصحة في تونس، أنه عنا كما قلت ان سيستم ادو فيتيس، عنا لو سيستم بوبليك وعنا لو سيستم بريفي. المشكلة اليوم دونك المطلوب هو أنه القطاع العمومي يولي كما القطاع الخاص. السؤال الصعيب كيفاش، وكيفاش باش تمولوا الانتقال هذا من الحاله نتاع النظام العمومي للنظام الخاص؟ الشهر دونك نجابك ونرجع السؤال الصحه ولا ميساج؟ لا ميساج كامل مع الصحه. نكمل الصحه بالنسبه للصحه افكتيف. يعني احنا اليوم تونس اكتشفناه بالثوره بصفه يعني دراماتيكيه، ثم دو تونيزي، ثم تونسين مش تونس واحدة على مستوى يعني فيزيكما البلاد مقسومة في زوز، شرق عميق من الشمال للجنوب، ثم تونس السواحل وتونس الدواخل. وحتى في تونس الدواخل ثم امتداد تونس السواحل ثم امتداد للدواخل لحساب الشعبية في المثال اللي المحيطة في المثال بالمدن الكبرى. الشيء هذا يزيد يتأكد قطاعيا في كل مجال يخدم بسرعة. شفنا قبليك فهمتني في التعليم تو في الصحة، يعني كل ما هو يهم يعني مقومات العيش الكريم، تعليم صحة سكن، أو مش نقاوم في مجالات أخرى. شو الحل؟ الحل بالنسبة للصحة القطاع العمومي، الصحة العمومية لا في حاجة إلى إصلاح جوهري. معك. يبدأ بزيادة بنقطتين في ميزانية وزارة الصحة. هذه يعني مورد فهمتني مالي، خاطر بلاش فلوس زايد تحديد بقية تحديد. يلزم مورد جبائي للصحة، دي للصحة. أنا بو ضريبة عامة يونيفرسال سانتي. أنا بو يونيفرسال سانتي. هذايا يعني ويكون بروغريسيف تصاعدي حسب يعني الدخل نتاع المواطن. هذا الكل باش يتوفر يعني ان كانيوت باش نصلحوا بها قطاع الصحة العمومية كما يلي: بإرساء جهويا وكالات للصحة الجهوية دي زايغيس اجونس يعني ريجيونال دو سونتي، اللي هي تكون تحت يعني لا تيتال دي مينيستير دو لا سونتي، ولكن باش تتصرف في منظومه جهويه اكات نيفو او نيفو دو لا سونتي دو باس، اللي هي المستوصفات اللي في حاجه اليوم لدعم بشري و يعني مادي في مخص التجهيزات بصفه ملحه. وذاك علاش اكدت على الزوز نقاط زعما تزيد الميزانيه نتاع وزاره الصحه. اثنين، المستوى الاستشفائي الهوسبيتالي، يعني الخارطه الصحيه يجب مراجعتها بما يفي بحاجه الجهات الداخليه بصفه اساسيه. هي محرومه اليوم باش تعمل يعني ان سكانير يلزمك تهبط تتنقل درق الداس، باش تعمل راديو يلزمك تتنقل دراوين، باش اقل حاجه يعني لازي يعني المصيبه نتاع المرض وزيد فهمتني مشقه التنقل والتكاليف نتاعو، وربما فهمتني تتخلف على الموعد وترسيك تعاود ترجع وتتصف صف الى اخره. ثلاثه، عقد مع يعني الصحه العموميه والقطاع الخاص اللي هو متعاقد، هذا المستوى الثالث. والمستوى الرابع يعني العلاقه مع القطاع الخاص غير المتعاقد. هذا الكل جهويا يعني منظومه كامله تتاسس دو فاسون اللي القطاع الخاص يساهم يعني من خلال الضريبه في اطار تضامني باش يمول القطاع الخاص. الضريبه سمح لي، عامه القطاع عامه عامه عامه، و يعني خاطر القطاع يعني الخاص يستفيد بصفه غير مباشره من استثمار العمومي. اخي ايش يخدم كفاءات اللي كونتها الدوله، يعني سواء فهمت اطباء او خاصه بالنسبه يعني المهن شبه الطبيه، يعني
المدارس الصحية في تخرج في المسار للساج فام تخرج للسافيرمية تخرج للكينيت تيرابيت مثل إلى آخره. دونك يلزم يساهموا فهمتني بصفه فهمتني فعليه في 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 يعني النهوض بهذا القطاع. نشكرك سي لطفي بن عيسى على الحضور نتاعك على اللقاء هذايا. نشكركم اصدقائي الكل اللي كان حوار جدا معناها ثري برشا. سي لطفي نخلي لك كلمه الختام اللي كنت عندك كالعادة. احنا عادة في برنامجنا في قهوتنا السياسية هذية نعطيه معناها 60 ثانية لكل ضيف باش يتوجه فيها للشباب والمواطنين اللي اليوم ان شاء الله يكونوا 26 اكتوبر حاضرين بكثافة للانتخابات. انا اش نجم نقول للشباب اللي هو قام بهذه الثورة واللي اليوم اني حري باش هو يكون اني يعني في المسؤوليات المرحلية اللي يعني مطروحة. لا تنتظروا من الكهول باش يعطيكم يعني فوق طبق يعني هذه المسؤوليات. فكوها فكوها بالمقترحات متاعكم بالطعم متاعكم ب يعني أخذ المبادرة وجبة الشعبية اللي أنا يعني أحد ممثليها مرشحيها اليوم في الحملة هذه نراهن كثيرا على الشباب. أنا أنتمي إلى إحدى مكونات الجبهة الشعبية وهو حزب القطب. معطى يعني إحصائي أعطيكم فكرة على كونه ماهوش كده برك. يعني عدد المنخرطين في حزب القطب العمر متاعهم 25 سنة. القيادة السياسية لحزب القطب 60% منهم ما بين 22 سنة ما بين 20 و25 سنة. هذايا حتى داخل الجبهة الشعبية يعني رسالتنا هو يعني مزيد من إعطاء يعني الفرص للشباب الشيء هما ياخذوا فهمتني المشعل عن الجيل اللي بالمرحلة الانتقالية هذه يكون يعني أدى رسالته ويعني حان الوقت إنه الشباب يعني يعني يحمل فهمتني النشعة هذه. وإذا كان اليد يعني متردة فهمتني يعني تسليم المشعل أنتم امسكوها فهمتني اليد هذه يعني بقبضة يعني من حديد وخذوا فهمتني مسؤولياتكم في المستقبل.